السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الروشتة وحلقة يوم الجمعة، الحلقة الاستثنائية ولقائنا اللي بيتجدد بإذن الله تعالى يوم الجمعة. طبعا أوصيكم ونفسي في يوم الجمعة بالإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا نكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين، ولكن يوم الجمعة بالذات يبقى في عندنا همة أكتر في الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وحلقة النهاردة اللي هنتكلم فيها عن حاجة ممكن يكون أغلبنا ممكن بيشتكي منها بس مش عايز يقول بصراحة أو مش عايز يواجه الحقيقة. هل مليت من شريك حياتك؟ هل مليتي من شريك حياتك؟ هل مليتوا من بعض؟ هل حاسة إن في ناس تانية أحسن منه؟ هل حاسس إن في ناس تانية أحسن منها؟ هل الإحساس ده حقيقي ولا أكذوبة ممكن الشيطان يلعب بيها، أو ممكن يكون نفسك البشرية هي اللي بتحب التجديد والتغيير؟ إيه اللي حصل مع الرجل الأعمى؟ هنحكي حدوتة بسيطة وهنعلق عليها ونرجع تاني نتكلم عن الملل الزوجي، وهل هو حقيقي ولا لأ، وهل فعلا البني آدم بقى يكره زوجته ولا حاجة. بقول لكم إيه، هتاكلوا إيه النهاردة؟ يلا بينا. راجل أعمى، راجل رومانسي بيحب النساء، هو بس كانت مشكلته الوحيدة إنه رجل أعمى. بس هذه العمى ليه دور في قصة النهاردة. الراجل ده بعد فترة من زواجه بدأ يحس إن زوجته ما بقتش زي الأول، ما بقاش يحبها، هو مش شايفها بس إحساسه بيها ما بقاش، خلاص يعني مل منها، أصبحت شيء كأنه، عفوا، كأنه أي حاجة موجودة، قطعة ديكور موجودة في البيت كل يوم، هي نفس الطريقة، هي نفس الأسلوب، هي نفس الهزار، نفس الجد، نفس الزعل. الموضوع أصبح بالنسبة له موضوع مزعج وممل. الرجل الأعمى جات له فرصة إنه يخلص، وبدأت في واحدة ست تانية بدأت إنها تتودد إلى هذا الرجل الأعمى. طبعا الرجل الأعمى ده كان الملكة بتاعته إن هو كان رجل شاعر، فكان بيصطاد، أو يعني كان حب السيدات ممكن يجيله من الشعر. عشان بعض الناس هيقولك طب هو الرجل الأعمى ده إيه ممكن يشد؟ لا، كل واحد ليه ميزة. ما هو ممكن يكون فعلا رجل أعمى ولكن عنده كلام يسقط فيه السيدات كده من على جانبي الطريق بكلامه المعسول، فمحدش يستهين بأي حد في الدنيا حتى لو كان عنده مشكلة أو حاجة ناقصاه، في ممكن تكون حاجة تانية زيادة عنده. الراجل ده كان شاعر وكان شعره معسول جدا. فالمهم إنه في واحدة سيدة بدأت تتودد إليه، وبدأت يعني تبعت له مراسيل من وراء زوجته، وإنها تحاول إنها تاخد معاد معاه عشان يقابلها بره. وبالفعل حصل إنه بينهم اتصال، وخد معاد معاها واتفقوا إن هما يتقابلوا في إحدى الحدائق بالليل. طبعا هو أسرع واحد بالليل بطبيعة الحال، إن هو مش فارق معاه ليل من صبح، فطبعا الليل عشان السيدة نفسها. فبدأ إن هو يحاول يتهرب من زوجته ويقول لها أي حجة عشان يخرج في الميعاد بالليل. طبعا الزوجة المسكينة قاعدة حط إيديها على خدها وتقول له طيب تفضل. فذهب هذا الرجل الأعمى الشاعر إلى حيث ميعاد اللقاء بينه وبين عشيقته اللي بدأ يبعت لها كلام، وبدأت تستجيب لكلامه المعسول، وفعلا التقوا في الحديقة. قعدوا ليلة يتوانسوا بقى ويتجلسوا مع بعض وبتاع، وقال فيها شعر زي اللي قاله في زوجته أول ما جه يتقدم لها، حتى وقع عليها، يعني عمل معاها كما يفعل الزوج مع زوجته. وبعد ما انتهى لقى إن نبرة الست اتغيرت، لقى صوتها اتغير. قالها الصوت ده انا مش غريب عليا، انت مال صوتك حصل له ايه؟ قالت له مال صوتي،
إني زوجتك. الست زوجته عملت فيه هذا المقلب لما لقت إنه بينفر منها، فغيرت من صوتها، وطبعا كيد النساء، وما أدراكم ما طبعا ما كيد النساء، غيرت من نبرة صوتها وبدأت تحاول إنها تتمرن على نبرة صوت جديدة، بحيث كل ما تيجي تكلمه تقول له مثلا، الزوجة بقى تقول له أنا طالعة مثلا هجيب حاجة من السوق، في الفترة دي تجي له الست التانية اللي هي الزوجة بس بصوت جديد، وتبدأ تتودد إليه في غياب الزوجة اللي هي الزوجة برضه، لحد ما عملت معاه هذا اللقاء وسرسبته. طبعا هي كان غرضها إنها توقعه في الغلط وتقول له إنك إنسان خاين، لكن الحقيقة قال لها ما أحلاكي حراما وما أقبحك حلالا، يعني أنت كنت زي العسل جدا وأنا حاسس إن أنت واحدة تانية. الله، طيب الحكاية دي عايزين نقول منها إيه؟ عايزين نقولها كذا حاجة. الحاجة الأولانية إن دائما الإنسان الممنوع مرغوب، الممنوع مرغوب، يعني لو إن واحد حلواني عنده محل حلواني بيبيع الجاتو، البسبوسة، الكنافة، الحلويات، وعايش طول اليوم في الحلويات، يصبح وينام طول اليوم في الحلويات، هل تعتقد إنه يشتهي الحلويات؟ طبعا بعد فترة من الوقت من عمله في محل الحلويات بدأ ينفر خلاص من الحلويات، لأن كل يوم كل يوم كل يوم، فأصبح الشيء ده ممل بالنسبة له، فيبدأ يشتهي ما عند الآخرون، يبدأ يشتهي مثلا اللحمة من عند الراجل بتاع محل اللحوم، محل اللحوم يشتهي اللي عنده لأنه عنده ما ليس عنده. فدائما النفس البشرية تشتهي الشيء الممنوع. والتجربة اللي مرت مع هذا الرجل الأعمى، والعمى هنا كان عشان صدق هذه التجربة، إنها تقول إن الإنسان ممكن يكون عايش مع زوجته هي هياها، وهي هياها برضه يقدر يستمتع بيها مرة واثنين وثلاثة وإلى آخر العمر، لكن المخ فيه مشكلة، أنت عندك مشكلة في تفكيرك إنك دايما عايز شيء جديد. طيب الدرس الثاني اللي بقى أنتم مش واخدين بالكم منه واللي أنا عايز أقوله، الست عملت إيه؟ الست غيرت من طبعها فأصبحت شيء جديد بالنسبة لهذا الرجل الأعمى، فلما غيرت من طبعها أصبحت هي ما يشتهيه هذا الرجل فتودد إليها، وطبعا قال لها ما أحلاك حراما، اللي هو حالة العشق وحالة الرومانسية اللي كانت موجودة ما قبل الزواج، وتم افتقارها مع الروتين اليومي. الروتين احنا بننسى نفسنا قوي في موضوع الروتين اليومي، بنفضل احنا زي ما احنا. العيب مش في شريك حياتك ولا في شريكة حياتك، العيب فيكم انتوا الاتنين، فانا وانتي، العيب فينا. العيب في ايه؟ في حياتنا اليومية الروتينية، ما بنحاولش دايما ان احنا نكسر هذا الروتين بالتجديد. واسهل ما على البني ادم انه يسعى الى الشيء الاخر، لان شايف ان ده الحل السهل السريع، ان انا انظر الى الاخر. لا، والاخر ده الفكرة بقى في ايه؟ الفكرة ان الاخر ده لما تيجي تسعى له هتكتشف اكتشاف عجيب قوي، ان يوم اتنين تلاتة شهر شهرين اصبحت هي كالاولى. خليني احكي لكم حدوتة اخيرة ننهي بيها حلقة النهاردة. رجل مثقف مبدع بيحب الثقافة، بيحب اللي يبادله هذه الكلمات، متزوج من ست سيدة بيت مهندمة مرتبة بتحافظ على بيتها، لكنها مش مثقفة، ملهاش في الكلام الثقافة والكلام الجميل ده، فكل ما يجي يكلمها قريتي الشاعر الفلاني نزل قصيدته في الجريدة الفلانية، قريتيها؟ لا يا اخويا ما قريتهاش. تاكل ايه النهاردة يا حبيبي؟ طيب قريت الرواية الفلانية اللي كتبها الأديب الفلاني؟ لا يا حبيب قلبي ما قريتهاش. تحب تعشى ايه يا حبيب قلبي؟ ايه الولاية المزعجة دي؟ مش قادر اخد ودي معاها في الكلام. انفصل عنها وذهب إلى السيدة المثقفة المتعلمة، وبدأ إنه يتودد إليها وارتبط بيها، وبعد يوم يومين ثلاثة شهر شهرين استمتع بالحالة الثقافية الجميلة دي. ها يا حبيبتي هناكل إيه النهاردة؟ لا يا حبيبي ناكل إيه، أنا ما بعملش أكل، أنا عندي محاضرة بحضر لها أو مذكرة ولا بحث بعمله. يعني هنعمل إيه يا حبيبتي؟ لا حضرتك هتطلب ديليفري دلوقتي ومن المطعم اللي جنبينا. يا حبيبتي إحنا طالبين إمبارح وأول إمبارح منه،
ده انا حتى مليت من الاكل. اوكي يا حبيبي اطلب من المطعم اللي بعد بعده. اه اوكي، طب ما انا الاسبوع اللي فات طلبنا من اللي بعد بعده. انا عايز ادوق اكلك يا حبيبي. لا يا حبيبي انا ما بعملش اكل، اعمل لك بيضتين. ايه ده، هي دي ما بتعملش اكل؟ الله الله يرحم ايامك. فيبتدي يفتكر الزوجة الاولى، الموضوع كله موضوع ان الممنوع مرغوب. انت لا مليتي من زوجك ولا فكرة ان انت بتكرهيه ولا حاجة، الموضوع كله الممنوع مرغوب، والروتين اليومي هو اللي بيخلي الحياة كده. كل ما في الامر اعملي زي امرأة هذا الرجل الاعمى، اكسري الروتين وجددي من نفسك، اعملوا كأنكم بتتعرفوا على بعض من اول وجديد، حاولوا ان انتوا تجددوا العلاقة شوية، حاولوا ان انتوا تكسروا الروتين البايخ الممل اللي هو اللي بتباتوا فيه بتصحوا فيه. بقاله كتير ما شافش التسريحة الجميلة اللي كنت بتعملها له زمان، بقالها كتير ما شافتش الهندام بتاعك وانت لسه متقدم لها. كتير جدا بنغلط غلطة كبيرة قوي في موضوع ان احنا خدنا على بعض كأننا اخوات. لا احنا مش اخوات، انا زوج وانت زوجة، انت حبيبتي وانا حبيبك. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.